واليوم رح نحكي على نجمة واعد إن شاء الله ورح يكون لها مستقبل كتير كبير بهالعمر الصغير ولها إنجازات كبيرة، فكيف بعدين إن شاء الله؟ صحيح، يعني تايكوندو، جمباز، ألعاب قوى وأيضا كرة قدم. معنا هيام خرعو. بصباح الوردة هيام. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك ومنورة، بس لابس لبس الجمباز اليوم. هي بس بدي اطلب منك نقرب المايك لما بدنا نحكي عشان الناس يسمعونا، تمام؟ اوكي، خبرينا بالبدايه، انت بلشتي بالجمباز اول رياضه لعبتيها؟ اي عمر كانت؟ كنت 3 سنين. كنت 3 سنين لما بديت جمباز، وكوتش سامر طه اكتشف موهبتي. يا عيني عليكي. طبعا تحياتنا لكوتش سامر طه، حيكون ضيفنا كمان شوي لنحكي عن السله. اكثر رياضه بتحبيها بين الاربع رياضات خبريني شو هي؟ كره قدم، جمباز، ألعاب قوى، وتايكوندو. أنا صراحة بحبهم كلهم نفس الإشي، بس أنا بديت بالجمباز يعني، فبس أنا بحبهم كلهم يعني نفس الإشي. بس الأغلى على قلبك الجمباز. أوكي، عشان هيك اليوم لابس الكوستيوم عشان تفرجينا الشطارة اليوم. رح نشوف برضو هيك شو لطيف منك. هيام، احكي لنا على دور المدرسة والأهل، مين ساعدك؟ تفضلتي طبعا بالكوتش سامر، نوجه له تحية، بس من أهلك، من بيئة اللي حواليك، خاصة أنه والدك برضو رياضي ما شاء الله عنه وبطل في رياضات كثير. أنا بشكر أمي وأبوي، وكمان طبعاً الكوتشات تبعوني، كوتش جاد مزاهري، الكوتش الجمباز تبعي، وكوتش زيد أبو زيد كمان بطل هو، كوتش التايكوندو، كوتش حسين التراك اند فيلد، وكوتش عبدو من أتلانتس جيمناستكس، وكمان كوتش روما ساعدوني بالجمباز، وكثير شجعوني امي وابوي. يعني ضلهم انه بيجوا معي وبيشجعوني لما اخاف، بيقولوا لي انه كثير مرات بقول انه انا ما بقدر ماما ومش قادره وخلص. كثير بتعب وكثير بده انه هيك يعني، كثير صعب انه بتزهقي احيانا بتتعبي احيانا، وهي بضلها تشجعني امي وابوي. 100%. انت بصف سادس هلا، كيف الدراسه معك؟ خبريني. منيحه. انا انه بدرس، وبنفس الوقت يعني بدرس كثير وعلاماتي كثير عاليه، وكمان بعمل رياضه، عندي تايم تيبل بالبيت زي جدول، وبحط يعني امتى بدي ادرس واي ساعات انه بدي تتمرن. احكي لنا شوي عن هذا التايم تيبل، كيف بتنظميه؟ شو الرياضات اللي بتلعبيها بهاي الفتره وبتركزي عليها اكثر؟ هو طبعا يعني المايك شوي. هو طبعا يعني صعب انه يعني صعب مع التايم تيبل وهيك، انه شوي بيكون عندي بتوفري الوقت كلياته هيك، بس عادي مرات بحاول اكثر ما عندي. وبالطريق احنا بنروح على المدينه الرياضيه، كنت جاد انه بدربنا هناك، وكمان في تايكوندو هناك. انه باكل بالطريق، ماما بتجيب لي تبروير وباكل بالطريق، باكل بالطريق، ومرات انه بدرس، ولما بالمدرسه لما يكون في انه اشياء انه الاقي وقت فاضي، لما الاقي وقت فاضي انه بحاول ادرس اكثر ما بقدر، اكثر ما بتقدري. طيب هلا كيف موزعه رياضاتك بالاسبوع؟ يعني شو بتمارسي رياضه بكل اسبوع؟ كلياتهم الاربعه، ولا عم بتركزي كل وقت بشيء معين؟ يعني انا بالاسبوع عندي انه كل رياضات بعملهم بنفس الاسبوع، بس انه بوزعهم بالايام، يعني يوم تايكوندو وجمناستيك، ثاني يوم جمناستيك وركض مثلا وهيك اشياء يعني. حلو كثير. عم نحكي على ميداليات ومشاركات، وهذا شيء مهم جدا بهذا العمر الصغير. شو اكثر بره شاركتي وكنتي فرحانه بالانجاز اللي انجزتيه؟ بالتايكوندو، عشان انا انه اولها يعني طبعا صراحه انا كثير انه بخاف، بس كمان انه بكون عندي كونفيدنس، ثقه بالنفس. بكون عندي ثقه بالنفس، وزي ما قلت انه بشجعوني. وبعدين لما فزت قبل باسبوع فزت جولد ميدل، وكنت كثير فرحانه. هي بطوله الفرسان للامن العام اظني، او فرسان الامن العام اسمها البطولة، قبل أسبوع تقريبا. هلأ بنطول اسم البطولة، كيف استعديتي للبطولة هاي إذا هيك؟ هاي الكوتش إجا عندي بالبيت on Friday، إنه الكوتش التايكوندو، وظل يدربني، وأنا قبل البطولة ضليت إنه أتذكر كلام الكوتش وإيش بحكي لي وكيف بدي أضرب وهيك أتذكر. حلو كتير. حكي لنا على صاحباتك في المدرسة والبيئة اللي حواليك، من زميلاتك بالصف بشجعوكي، بحضروكي، بدعموكي، في حدا صار يلعب رياضة زيك؟
صاحبتي تالي علاونة دائما يعني بتكون هي عم بتشجعني، بقولها انه تالي انا خايفة وانه مش جعبالي اعمل هاي البطولة يعني يعني وات اف بخسر، بتقولي لا عادي انه رح تفوزي، بعدين انا بصير افكر اه رح افوز خلص وعن جد بفوز بالاخر. يا عيني يا عيني عليكي. مشتاقة هلا ترجعي المدرسة طبعا؟ قديه مشتاقة من 100؟ يعني بحب المدرسة أنا. بتحب المدرسة؟ مش 50 مثلا من 100 ولا؟ 70%. طب منيح 70، منيح يا عيد. إنجاز كبير 70. شو رأيك تعملي لنا شوية حركات جمباز؟ طبعا عبالي أشوف. يلا تفضلي. حطي المايك هون لو سمحتي هيام وفرجينا. عم بوجه تحياتي لأهلك وبدي أوجه تحياتي لأخوك معين. تفضلي. يلا نشوف هيك حركتين. يلا. يا سلام. طيب بس تمسك المايك، شفت إلك صورة مع أحمد أبو السعود. وأحمد أبو السعود طبعا نجم عالمي هلأ، بطل من النجوم فقط على المستوى العربي. الجمباز كيف تركيزك عليه؟ وفي بطولات حتشاركي فيها ولا لا؟ أنا بحب أشارك بالبطولات، وأنا يعني كثير إنه بتفرج على أحمد أبو سعود بقول إنه شو شاطر، كيف هيك عمل؟ انه هو يعني كان هو بدا من هو كثير صغير احمد ابو سعود، وانا هيك بدي اصير زيه، وبدي انا حابه اطلع على الاولمبيكس وهيك يا رب ان شاء الله. وبتستاهلي والله. موجهه تحياتنا طبعا لاحمد طبعا اللي دائما رافع اسم البلد في كل محافل. هي محكي لنا شوي على الاجواء التدريبيه كيف بتكون، يعني احنا بنشوف مثلا هاي الحركات بدها لياقه كثير، بدها اكل معين، بنشوف الحركه بالاخر، بس انت اثناء التمرين كيف بتكوني؟ بتتعبي؟ شو بتكون الأجواء؟ أنا يعني طبعاً بتعب كتير بالتدريب، بس بضل شادة على حالي، وإنه حتى لو إنه مثلاً إذا عم بعمل قوة يعني بوش أبس أو هيك أشياء، بحاول أشد على حالي أكثر ما عندي وأضل أعمل عشان يقوى عضلاتي يعني. برافو برافو. وهي شايفين العضلات والشيب والقصص عم بتجهزيها؟ قولي لي. وكمان يعني بحاول اكل يعني مش كتير سويتس، يعني مثلا امبارح اكلت مثلا بيس من الكيك، بس انه ما برجع باكل ثاني يوم كمان نفس الشيء، يعني بحاول ادير بالي او بحاول اكل فروتس قد ما بقدر وهيك. يا عيني عليكي، ممتاز. تلعبي شيء جيمينج قصص ولا؟ لا مش كتير، يعني مش كتير أنا هيك، مش من هالقصص. بحب الرياضة أنا. يعني شايفين والله رياضة كتير أحسن وصحية أكتر، وأكيد إحنا اليوم لما حكينا كمان عن الرياضة المدرسية كان الهدف الأساس إنه نبعد أطفالنا عن كل الرياضات الإلكترونية. هلا أكيد في بطولات إلكترونية ومنظمة في وقت معين، ممكن ساعة باليوم، بس في ناس عم بيعطوا أولادهم الوقت الكامل للرياضات الإلكترونية، وهذا الشيء اللي ما بننصح فيه، لأنه بصير نصاحة سمانة للأطفال، بصير تركيز بشخصاء بشغلات تانية، النظر والرقبة والظهر، ففعليا بتصير في مشاكل صحية وتركيزهم بخف مع الوقت. 100%. لشو بتحلمي او شو بتحلمي يا هيام؟ خبري. انا بحلم انه اكون بالاتحاد تبع التايكوندو، وان شاء الله رح اصير بالشهر 5 رح يكون في بطوله، اذا بجيب جولد فيها بدخل بالاتحاد. حابه اشارك بالبطوله العالميه الورلد كاب للجمباز والتايكوندو، وكمان كثير بحب التراك اند فيلد، والكوتش تبعي بضل يقول لي انه انا رح اصير بطله وهيك. انت اصلا بطله، بس ان شاء الله توصلي بطله عالميه طبعا. الفتره الجايه في عندك إشي ولا لسه مش مبين؟ في بطوله تايكوندو زي ما قلت بشهر 5، وبالجمباز بالمدرسه في بطوله بس ما بعرف انت لسه ما بتعرف. وبالمدرسة في كتير ناس بيلعبوا جمباز، ممكن يكونوا منافسين لإلك؟ يعني مش كتير، بس في بس مش كتير، يعني إنه بعمري ما في كتير، بس بالعمر الأصغر فيه. أوكي، شكراً لإلك هيام. تحبي تحكي شكراً لحدا معين؟ شكراً. بحب أحكي شكراً لأهلي ولكوتشاتي. شكراً لإلك هيام. شكراً. إن شاء الله بتكوني دايماً بتيجي عنا ومعاك الذهب. تمام؟ شكراً لإلك.